بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، شنو أسباب الفتور في طلب العلم؟ ارفع صوتك. أسباب الفتور في طلب العلم؟ ها؟ أسباب الفتور في طلب العلم؟ إيش؟ إيش؟ أسباب الفتور إذا يفتر. ها؟ أسباب الفتور في طلب العلم أو غيره من فعل الطاعات هو ضعف الهمة والعزيمة. وإلا فالإنسان ينبغي له كلما ازداد في طلب العلم أن يزداد نشاطا، لأنه يجد زيادة في معلوماته فيفرح، كما يفرح التاجر إذا ربح في سلعه فتجد ينشط. فإذا ربح في سلع في نوع من السلع ربحا كثيرا تجد يحرص على أن يحصل على كمية كبيرة من هذا النوع. كذلك طالب العلم ما دام جادا في طلبه صادقا فإنه كلما اكتسب مسألة ازداد رغبة في العلم. أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط فهذا يلحقه الفتور والكسل. هذه واحدة. ثانيا طالب الأحسن بشكل اللي تنمى فيها بلاء فيها بلاء مدة. وثانيا من أسباب الفتور في طلب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم، يقول المدى بعيد ولا يمكن أن تدرك ما أدرك العلماء، فيكسل ويدع العلم يدع الطلب. وهذا غلط. ذكر بعض المؤرخين عن أحد أئمة النحو وأظنه الكسائي أنه هم بطلب العلم، وهو معروف أنه إمام في النحو، ولكنه صعب عليه، وأظن النحو صعب على كثير منكم، أليس كذلك؟ نعم. أخبر بالصدق. نعم هو كذلك. المهم أنه صعب عليه فهم أن يدعه، فرأى نملة تحمل طعما معها تريد أن تصعد جدارا، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت إلى 10 مرات أو أكثر. في النهاية وبعد التعب والإعياء صعدت، فقال هذه النملة تكابد وتجدح كل هذه المرات حتى أدركت، إذن لأفعل. فجد في الطلب حتى أدرك الإمامة فيه. من أسباب ذلك أيضا الفتور، من أسباب فتور طلب العلم مصاحبة الأشقياء، فإن الصحبة لها تأثير على الإنسان. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مصاحبة الأخيار، وأخبر أن الجليس الصالح مثله كحامل المسك، إما أن يهدي عليك منه، وإما أن يبيع، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأن الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذه مسألة لها تأثير عظيم، حتى أنها تؤثر على الإنسان لا في ترك العلم في ترك طلب العلم، بل حتى في العبادة. فإن بعض الملتزمين يسلط الله عليه رجلا سيئا فيصحبه ثم يهديه في النار والعياذ بالله. رابعا من أسباب الفتور في طلب العلم التلهي عنه بالمغريات وإضاعة الوقت، مرة يخرج يتمشى ومرة يشاهد له بعض الناس، يكون مفتونا بمشاهدة ألعاب الكرة وما أشبه ذلك. وخامسا أن الإنسان لا يشعر نفسه بأنه حال طلبه للعلم كالمجاهد في سبيل الله، بل أبلغ، يعني أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله،
لا شك في هذا، لأن طالب العلم يحفظ الشريعة ويعلمها الناس، والمجاهد غاية ما فيه أن يصد واحدا من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي. لكن هذا ينفع الأمة كلها. صحيح أننا قد نقول لهذا الشخص الجهاد أفضل لك لأنه أجدر به، ونقول للآخر طلب العلم أفضل لك، لكن قصدي أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآن حضر من أسباب الفتور في طلب العلم، فعليك أيها الطالب أن تكون ذا همة عالية، وأن تترقب المستقبل، وأنك بإخلاصك النية لله قد تكون إماما في الإسلام. نعم.